يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن في القرآن الكريم والسنة النبوية أو اللغة العربية، هل يقال إن في هذه كلها مجاز؟ وما المراد ببعض الآيات الواردة كقوله واسأل القرية وقوله يريد أن ينقض؟ يا أخي، اللغة العربية ليس فيها مجاز في الصحيح، ولو قيل إن فيها مجاز فالقرآن ليس فيه مجاز. وإذا أردتم التثبت من هذا اقرأوا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان الكبير والإيمان الصغير، واقرأوا أيضا الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم، واقرأوا رسالة لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة مطبوعة مع تفسيره ومطبوعة منفردة. نعم.